خويا ديجا داروا معانا شي ناس الفيديو الصراحه في دار عدوسي وداكشي، ولكن دابا خرجنا وكرينا انا وراجلي والصراحه ما خدينا والو، ما تواصلنا حتى واحد. شحال من واحد طيطلع عليا في الفيسبوك تيسولني علاش ما عرفتيش ليا العرس، قالوا لي باغي ديري عرس ستوري، باغي تاخدي الدار وهذه وهذه. صراحة ما خدينا والو، ما توصلنا حتى حاجة صراحة، والله خويا ما خدينا حتى حاجة من غير الخاتم سعت من الله يجازيه بخير، الله يكثر خيره في هذا المنبر هذا تنشكره. خدينا خاتم وباقي هدية عندي، باقي كهدية عندي ما غنبيعو، ما غنلحق له حتى حاجة من غير غنديرو في صبعي ونفرح بيه انايا، هادشي اللي غنقول. والصراحة مازال ما خدينا حتى حاجة، باقي ما عاونوناش الناس بتا حاجة صراحة. دابا تحقرنا بالكرانة وراجلي وداكشي، بغينا نديرو حتى حنا وليداتنا، وما بغيش نديرو ولادي حتى ندير شي دار ان شاء الله. دابا تنطلب من المشاهدين ومن المحسنين واخا يديرو لنا غير بيت نسكن فيه انا وراجلي، كما كتشوف الحالة ديالنا قصار القامة والحمد لله على كل حال. وما لقينا اللي يخدمنا، انا براسي عندي نيفو باك، عندي نيفو باك الحمد لله قارية، ولكن ما لقيت اللي يخدمني. شي لا نقول انا باغا نخدم الصراحة، نعاون الزوج ديالي ونعاون وليداتي، ولكن رجع في الله ما كاين اللي يخدمني. عندي نيفو باك ديالي ولكن ما كاين اللي يخدمني. واخا ناديوها بالسلامة، كنا في واحد الفترة كنا شفناكم يعني عرفوكم كاع المغاربة وتشهرتو، كاين اللي حد الآن وكيما سبق ذكرتي ليا تنتي كيقول باللي راه خديتو الفلوس درتو العرس على حسب ما كان تيروس في مواقع التواصل الاجتماعي، وكنشوفكم دابا مازال يعني كطلبوا المساعدة، واش ما توصلتو حتى بشي حاجة؟ والله قسما بالله خوتي ما خديت والو، ما تواصلنا بتا واحد. شحال من واحد يتواصل معايا خديتي درتي فعلتي، ولكن الصراحة ما خدينا والو من غير الخاتم الله يجازيه بخير السي عثمان في هذا المنبر هذا. ما درتو لا عرس؟ ما درنا لا عرس، ما خدينا لا دار لا والو، كرينا انا والزوج ديالي بيت وساكنين فيه دابا، وتقهرنا بالكرا، بغينا شي محسنين يعاونونا واخا غير يرهنونا ولا شي حاجة نعيشو حتى حنايا مزيانين. ودابا جينا علاش جينا اليوم نصور، ديجا قبل درنا واحد الفيديو في الدار، ودابا جينا علاش جينا نصورو في الجردة، على حقاش كريت انا والزوج ديالي وما بغيتش كرينا عند الجيران بيت، وما كايناش اتساعات ما ينصورو داكشي، داكشي علاش جينا دابا للجردة نتصورو. لما توصلنا حتى بشي حاجة اخو، ما توصلنا حتى بشي حاجة للمشاهدين، وما وصلتنا حتى شي حاجة، ما دار لينا لا عرس لا والو. وانتم تتشوفوا الحاله كيفاش، كو توصلنا بشي حاجه ودار لينا العرس كنت حنا فرحانين، وكاع ما نهضروا على هذه الحاله، وكاع ما نهضروا حنا حزينين من غير الخاتم اللي عطانا السي عثمان. شكرا شكرا لي بزاف، ما هي الخاتم اللي عطانا شي حاجه اخرى والو، ما توصلنا حتى بشي حاجه. يعني هذاك الشيء اللي كان تيروج عليكم في مواقع التواصل الاجتماعي، خديتو عندكم فلوس وفرشتو الدار، هادشي ما كاين لا والو. شحال من واحد تيقول لي درتي العرس وخديتي وخديتي الدار وهادي، تنقول لهم لا ما خديت والو، هذاك الشيء مكتوب في الكومنتيرات بان خديت الدار وخديت خديت زعما فلوس وهادي، انا ما خديت والو، ما وصلني والو. تنطلب من المشاهدين اللي تيشاهدونا وتنطلب من المحسنين يعاونونا بالسكن، ويعاونونا بشي خدمه، يعاونونا بشي خدمه على باش نعيش انا، باش انا نشوف راسي فرحان كي بحال عباد الله، باش انا نتحدى هاد القصار القامه، نتحدى ما نبقاش نقول انا تلعاني بمشاكل، وغادي نتحدى نحاول نتحدى ونطلب من الله يكون على الخير.